يمكن تقسيم عملنا إلى 3 أقسام: الحجر الصحي والحجر الزراعي ومخبر التحاليل الغذائية. عند ورود الشحنات الزراعية إلى معبر باب الهوى يتم الكشف عنها كشفا حسيا وظاهريا، ويتم التأكد من سلامتها وخلوها من الحشرات أو الآفات الضارة. الحجر الصحي عند ورود شحنات الأدوية البيطرية والبشرية يتم سحب عينات وإرسالها لمديرية الصحة في إدلب من أجل التحليل. في حال كانت نتيجة تحليل مخالفة يتم تلافي الشحنة، وفي حال كانت سليمة يتم الإفراج عنها. نستورد بضائع فروج من تركيا وخارج تركيا ونجيبها لفوتها على الحدود السورية. قوم المخبر بفحصها، ومن بعد فحص المخبر بضاعة سليمة دخلها على سوريا وقوم بسوريا بيعها.